بس نادي الزمالك خدك وكان في يعني كلام وقتها ونقلك للتربيه الرياضيه. لا احنا جينا بقى نجحنا. ايه الحكايه وقتها والقصه كانت ايه؟ نجحنا فانا جبت جايب في الوقت دوت 74% سنه 74 74% دي دخلك سياسه واقتصاد في الوقت ده. فطبعا انا سياسه اقتصاد احنا عايزين فالمهم ايه فاروق جعفر قال لي بقول لك اخرج قلت له قال لي خش ايه تجاره خارجيه يا عم تجاره خارجيه احنا نعرف حاجه قال لك بس لا هي نروح وبتاع وفي ناس بقى ايه قعدوا يقولوا اه دي يروحوا يا عم فاروق احنا مالناش في هنعمل ايه انا ما خانتنا قال لك لا المهم رحنا قدمنا ورحنا وقابلنا ودخلنا فروحنا الكابتن حلمي بيقول لنا انتوا دخلتوا ايه؟ قلنا له دخلنا تجاره خارجيه قال لي تجاره خارجيه تجاره خارجيه قلنا له قال لي ترى زي دي انت وهو يعني قلنا له جامعه كليه كليه كويسه قال لي لا طب قول لي 6 في 8 بكام؟ ده الكابتن محمد حسن حلمي بيقول لي لو قلت له 6 في 8 بكام؟ خليك تروح قعدت احسب ما طلعتش معاك فاروق قول لي انت مش عارفين كان قاعد بقى الله يرحمه كان الكابتن امير رفاعي كان مدير النادي كان عنده مجلس اداره قال له امير خد الولاد دي يسحبوا ورقهم يطلع على تربيه رياضيه ويروحوا تربيه رياضيه النهارده قال له حاضر روحنا عشان ناخد الورق خدناه بقى بمشكله كان عاملين بقى فرقه كوره في التجاره الخارجيه وما صدقوا احنا جينا بقى طبعا هنبقى تدعيم للكليه وقتها بطوله الجامعات وكده فكان بتاع المدير النشاط الرياضي كان ما شاء الله كده قال لك مفيش حاجه اسمها خدنا الورق يعني وبعد كده حولته روحنا بقى ايه تربيه رياضيه